السلام عليكم خوتي ذا كابوي هيت تو تيتش هاو تو دو ذا كاستوي. شغل جيت باش نعلمكم الكاستوي. الكاستوي ولا الكاست باك فليب ولا الكاست باك تاك ولا الكاست باك كيما عندها بزاف اسماوات كيما حبيت تسميها. شوف الحركة هذه كي تكون تونطريني عليها تخاف اكثر من اللي راك. حمكم عليكم السلام. الحركة هذه كي تكون تونطريني عليها تخاف اكثر من اللي كي تكون تلعب ريزيدنت ايفل 7 ولا اوت لاست وتتوس وسترشك اكثر من اللي كي تكون تلعب دارك سولز وتخاف تخسر. براني واي كاستي واي باش تعلمها لازم تكون عندك باك تاك شاب واش كاين في الباك فليب تاعك. لازم تكون فنان ودير بزاف حركات يشبهوا الباك فليب. والحركة انا اللي نحت لي الخوف فيها هي اللو باك فليب. شغل تقلب باك فليب فتكون قريب بزاف الله. هاد الحركة راح تقلل لك شوية الخوف. So let's get into it. وما راناش نلعبو في هاد الفيديو. الحركة هذه ماهيش كيما الحركات الاخرين. سما اذا عندك فلاصة عيانة راك تونطريني فيها ما ديرش الحركة هذه. النصيحة من عندي شغل لي اذا ما راكش حاب تموت لخاطرش الحركة هذه دير شك فيها راح تقتلك. سما اذا كان عندك بونج بزاف هكذا تقدر تونطريني عليها، ولكن باش تونطريني عليها في الكازو ريسك كبير سورتو اذا كنت وحدك. الكاست واي هي خمسة عفاسي. كاين الكاست السناب تيري بيديك تشد لي جونو وتقلب الباك فليب. هاد العفاسي لازم كل وحدة تجيبها صحيحة في الهدة، خاطش كل وحدة لو كان تنقص فيها الهدة ما راحش تجي معاك. تما شوف في البداية وش راح دير، راح تنطرني على الكاست تاعك. الكاست باختصار هو كي تشد في الحاجز الوسط تاعك معاقش في الحاجز رجليك راح تطلعهم. رجليك هذو رجليك تطلعهم لازم تطلعهم مليح ولازم ما ديرش الروتر. تما مترياش في الحاجز بعد دير الكاست، لا لازم تقدر تحط تمشي للحاجز تقدر تكون حابب. مهم مع تطلع في الحاجز دير الكاست. في البداية وش عليك تدير هو برك تدير كاست وتشيل دير كاست طبع الحاجز بيديك وتيري روحك. وما تنساش سناب، سناب الكاست هذا والسناب هو كي تيري برجليك هاكا للزوج. هذا كاست تنوي رجليك هاكا، سناب تيري بهم للزوج هاكا. في البداية راح تنطريني هذايا. شو قد ما درتو مليح ماذا بك تدير اكثر من 100 خطرة اكثر من 200 خطرة. تروح للحاجز تحكم الحاجز، الحاجز راح يديك يكونوا لهنا وسطك يكون على الحافة تاع الحاجز. دير سناب تتأكد دير الكاست عفوا بعد تتأكد بلي في السناب لازم تيري رجليك مكسلين كيما هاكا. كي تيري رجليك مكسلين طبع يديك الحاجز لازم تطبع، وكي تطبعو لازم تطبع للفوق وللور. في المرحلة الدوزية مش عليك الدير هي مور كي تعلمت الكاست والسناب والطبات شو الدخلة تاع الحركة تاع الكاست واي راح تدير نفس التكنيك وتطيح على ظهرك. زعما تجيب لي بونش بزاف ولا فراش ولا دير الكاست سناب طبع بيديك وطيح على ظهرك. الحركة هذيك شو راح تبدا تدخلك في الجو تاع الباك فليب كيفاش تقلبها. المرحلة الثالثة وش راح دير؟ راح دير نفس التكنيك، ولكن هذه الخطرة كي دير السناب تاعك كي دير الكاست وتطبع خلاص انت راك في السما. وش دير؟ لازم تجيب لي جنول عندك. كي تجيب لي جنول عندك هكا راح تدور كثر. لازم في عظمة تطيح على ظهرك طيح على الكتاف تاعك هكاك شعور راح يزيد لك الشعور بالباك فليب. وهذا عاودو بزاف شحال من خطرة 400 خطرة 500 نورمال. خاطش هذه الحركة صدقني شغل لو كان تغلط فيها والله غير ماك سالفها قاعيتي تتكسر نورمال. مانيش نخوف فيك ولكن شو قد ما عاودتها زكي قلق كيما انا. شو مانيش نخوف فيك ولكن الحركة هذه روح معاها بالعقل ما تعجلش فيها. هاد التمرين لازم تعاودو بزاف قد ما عاودتو مليح قد ما عاودتو مليح عليك. المرحلة الرابعة، في المرحلة الرابعة وش راح دير؟ راح دير نفس التكنيك تاع المرحلة الثالثة، برك شفت كي طيح على الكتاف تاعك، كملها رول، كملها دحرجة تاع لاريير، هكذاك شغل راح تزيد الشعور تاعك بالحركة أكثر، ثم طيح
اتاكد بلي ماكش طايح على ظهرك، طايح على الكتف تاعك ولا طايح على الرقبه تاعك، وكمل هذا حرج لله. المرحله الخامسه، في المرحله الخامسه واش راح دير؟ هذه الخطره راح دير شوف شح مركي، تاكد من المراحل اللي قبل هذو كاع لازم تكون حافظهم مليح. واش راح دير هكا؟ دوك تقدر تقلب كاست اوي اذا كان عندك الجراه، خلاص تقدر ديرها، جست جو فور ات، ما تخافش ديرها، دير ثقه في روحك واقلبها نورمال. تقدر تجيب واحد يشدك من وراك باش يدورك ثاني، اذا عاوناتك هذه ديرها ما كان حتى مشكل. في المرحله الخامسه واش راح دير؟ اذا كنت مازال لك خايف راح تقلبها كاست اوي، غير القلبه لا راح تقلبها، ولكن راح تميل فيها. تسمى مركي دير الكاست في عظمة تروح باك فليب ديريكت لله، نظر تاعك ديرو مور الكتف تاعك ودور شغل مايل. فاينالي المرحلة الأخيرة، خلاص راح تقلب الكاستوي. شوف قاع واش عليا نقول لك، إذا المراحل اللي قبل هادو طبقتهم قاع هكيك راح تقدر تقلب الكاستوي. إذا المراحل هادو ما درت كاينة وحدة راك ناقص فيها، ما تقلبش الكاستوي خير، خاطش هكا ما يصرالك والو. شو راني ننصح فيك باش ما يصرالك والو؟ اتعلم قايتك المراحل اللي قبل هادو، بدا اقلب الكافت ويكاب، اقلبها برك ما تحوش تفات. شوف شد الحاجز هذاك، قول بسم الله توكل على ربي واقلب جدا. في الكاست واي يفضل تنطراني عليها لا حاجز عالي عليك، كلمه راح تخاف اكثر الحاجز كي يكون عالي، ولكن كي تنطراني عليها في حاجز عالي هكا راح تضمن باللي راح تدور في السماء، ما راحش ترشق على راسك. كي تنطرني عليها على حاجز مرتفع تقدر تخاف، ولكن صدقني هذيك هي الامنه بزاف. دير مطارح تحت هذاك الحاجز شويه قنش وقلبها، خاطر هكا راح تتاكد بلي الدور في السماء، ولكن ما طلقش روحك في السماء، خاطر اذا طلقت روحك راح تزيد تكسر روحك بقى. واذا كنت خايف تقدر تنطرني عليها على حاجز يكون صدرك ولا الكرش نورمال، كان حتى مشكل تقدر تقلب. في النهايه كانت هذه قايتك المعلومات اللي نعرفها على الكاستوي. اذا راك حاب تزيد تعرف اكثر على الكاستوي ادخل في هذا الفيديو، هذاك شغل نهار انا جبت الكاستوي تاع اول خطوه راح يفيدك بالك. هذا ما كان، تلقاو فيديو الجاي، السلام عليكم.